أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم، وأتمنى لكم نهار سعيد وإن شاء الله دومكم بصحة وسلامة. اليوم مناسبة قرب الموسم تكاثر البلابل أو للطيور، فراح أشوفكم الخلطة اللي هواية من الأصدقاء سألوني عليها، قالوا شنو هي الخلطة اللي تقدمها أكل للأفراخ مع البلابل. انواع اكو، لا تعتمدون بس على المنتج هذا الشركه، اكو انواع شركات هوايه، اكو يعني عده اسامي وعده شغلات. فهذا انا جربته لقيته احسن شيء بالنسبه للافراخ. المنتج هذا بيه هوايه مواد غذائيه وفيتامينات، الفرخ اللي يحتاجه بنموه كل شيء موجود هنا، من البيض او الاوميجا 3 او اي شيء اللي يحتاجه البلبل للنمو موجود بهذا المسحوق. راح اشوفكم، هذا خلصت عندي وحده هسه، اشتريت الجديده هاي السنه. هو المسحوق بهذا الشكل، هسه تشوفون اكو بي كيله جوا، هاي الكيله انا بصراحه ما استعملها لانه كيله كبيره، هاي استعمل الببغاوات او الشغلات الكبار. على عدد البلابل اللي عندك او الافراخ اللي عندك، اذا كان حسون، اذا كان كناري او طيور الحوب او اي شيء تريد توكلهم. فبالنسبة للبلبل الواحد أقل من خاشوقة، يعني بهالشكل هذا سوي له ياحة، يعني لا تطول هواية، وتقدر تذبها إذا يبست أو شيء، بس حاول أنت أن تكون دائما تسوي كميات قليلة باليوم، سوي لها مرة مرتين ثلاثة ما عليها شيء، حتى أنا لا يتلف المنتج. بالنسبة إلي أنا أضيف لهاي الخلطة العسل، العسل جيد للأفراخ أيضا، يعطيهم طاقة ويعطيهم نشاط وحيوية. الماي حاولوا ما تخلون مي هواية، يعني هاي الخاشوقة حوالي خاشوقتين ماي أو أقل، راح أخلي خاشوقة ونص ماي، وابدي اخلط المحتويات هذه اللي صارت، اخلطوها زين حتى العسل يتجانس ويا الخلطه، واذا تشوفوها يابسه، يعني دا اشوفها يابسه شويه اخذ لها مي بعد. طبعا هذا يجي ياكل ويا الفراخ، من طعم الفراخ يجي ياكل وياهم، يبوق الاكل من السرنجه. هسه صارت زينة تقريبا، اجيب السرنجة اللي بيها اني، هذا الانبوب الاكل مالها طويل بصراحة، قصيته لانه البلابل ما عندها حوصلة، بقية الطيور عندها حواصل تشوفها من تاكل تملي من قدام، البلابل ما عندها حوصلة. الحوصلة إذا عدة طيور ممكن هاي طويلة تنزلها للحوصلة مالته وتضخ كميات كبيرة بيها وتملي، البلابل لا تختنق تموت، انتبهوا على الطعام مالها. فبهالحالة أبدي أخلي الناتج اللي سويتها العجينة بالسرنجة الخاصة ب يعني مال طعام مال الطيور، شوفوا شلون دا ياكل. تعجبه الشغلة،
ليش ولا قمت تتوصف؟ وانتبهوا أعزائي، موسم الفراخ انتبهوا عليهم، يروحون يطيرون يختلون ورا الثلاجة بمكان يعصون، وما تندلوهم، من يعصى ما يقدر يتحرك بعد فيموتون وما تلقوهم وين أبد. انتبهوا لها الشغلة هذه. فهسه مثلا ما خلصت، يعني هاي كانت خاشوقة مال كوب وحدة تقريبا 3/4 السلم جملت، راح اخليها تضغطون عليها الى ان يبدي يطلع. انصحكم نصيحة بانه لا تحاولون تدخلون السرنجة، انا جربت هواية شغلات، السرنجة من تخليها بحلقة البلبل الفرخ بعده يكون الغلاف الداخلي للحلقة كلش طري، تروح تجرحها تروح تأذيه بعدين ما يقدر يأكل. أنا دا أخلي أجمعها على صفحة بهالشكل، وهو يجي يفتح حلقة، يعني مو مثل هذا، هذا يبوقها ويروح، الفرخ دائما يفتح حلقة ويأكل. فشوفتكم يمكن شلون وكلته ذيك الساعة بفيلم هم سويت له بهالطريقة، تسوي حتينة لا ينجرح رأسا، هو راح ياخذها العجينة هاي الطالعة ويأكلها. أتمنى أن تستفادوا من هذا المقطع الصغير بتربية أفراخ البلابل وطعامهم يدويا، مع تمنياتي للجميع بالموفقية والاهتمام بالبلابل، لأنه حرامات الفراخ تموت إذا ما تعتنون بها. طبعا هذا الأكل وحده بالبداية مو كافي، طبعا أنا من عمر 12 يوم دا أعطيهم من هذا، بس البداية أهم شيء الحشرات الطرية، مو الطرية بالأحرى، الحشرات الحية تصيدها أو الدود القبابي الحي، تدخلون الأم والأب يوكلونهم إياه حتى تحصل على أفراخ جيدة. وهذا الفرخ اللي عندي هسه هذا عمره 5 أشهر، الشهر التاسع العام فقس، والحمد لله بقى يمي فوق. أتمنى هالسنة أدور على نفيهم وأسويها أليفة مثله وأخليهم فوق يمي بقفص صغير أحاول أكاثرهم به. وشكرا لمتابعتكم، أتمنى أن تشجعون القناة باللايكات وبالاشتراك مع بقية الأخوة حتى تكبر القناة بجهودكم هم، وأتمنى لكم كل الخير والموفقية بحياتكم. شكرا جزيلا.